السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المتابعون والمتابعات الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم بقناة أكاديمية تعلم العربية. اليوم أتيت لكم بشيء جديد ممتع جدا، وأنا أريد أن أقدم إليكم رواية ممتعة جدا جدا، وهي رواية تدور حول مراهق فقير يحاول أن يشبع جوعه ويحاول أن يكتسب لقمة العيش، ولكن المستمع يرغمه على أن يتبنى طريقا غير صائب للقمة العيش. هذه الرواية كتبتها كاتبة سودانية شابة آل محمد الأمين تحت عنوان من خلف خط النار. سأقدم هذه الرواية حلقة حلقة إن شاء الله، ستتمتعون بعذوبة لغتها وبما فيها من قضايا إنسانية مهمة جدا جدا، فتعالوا نحن نتمتع بتلك الرواية. إهداء لكل قارئ ولمن لا يملك ثمن القصة. مقدمة: لم يعد المكان مكانا، لم يعد العالم مكانا يصلح للبشر، ولم يعد هناك ما يسمى بالإنسانية. أصبح البشريون مجرد كائنات تتنفس فقط وتأخذ دون أن تعطي، يمضون قدما دون النظر للوراء، ويدعسون على كل ضعيف لا سند له. ويبقى السؤال: هل سيصلح العالم مكانا آمنا للعيش فيه مرة أخرى؟ أم ستنتهي حياتنا ونحن نبحث عن الأمان حتى نفنى؟ الفصل الأول. الساعة 6 مساء تبدأ الشمس بالغروب وترسل لنا آخر أشعة لها معلنة الرحيل، وكذلك صوت العصافير الشجية بدأت زغزغتها تنخفض عن مسامعنا لتعود أخيرا إلى مسكنها بعد عناء بحثها عن الطعام طيلة النهار والعودة إلى صغارها. وبقيت أن أراقب كل هذا مع أسرتي الصغيرة داخل منزلنا الذي أشبه بالغرفة المهجورة، منزل يقع في آخر المدينة، وحيد ومنعزل عن بقية المنازل، فلا عمل لنا لنفعله سوى الانتظار، انتظار الغد الذي ربما يكون أفضل من اليوم. نعود إلى فراشنا للنوم، وكالعادة على معدة خالية من أي قوت، وفراشنا هي تلك الأرض الصلبة التي لا يكاد أن يرضي كلبا إلا بالاستلقاء فيها. أتفقد لأبي المكان من أي حشرات على الأرض، لعله ينعم بليلة هادئة من لسعات النمل الأسود. نظرت لأختي الصغيرة لأجدها لم تحاول النوم بعد، تظاهرت بعدم رؤيتها، وأدرت ظهري لها. أتفقد لأبي المكان من أي حشرات على الأرض، لعله ينعم بليلة هادئة من لسعات النمل الأسود. نظرت لأختي الصغيرة لأجدها لم تحاول النوم بعد، تظاهرت بعدم رؤيتها وأدرت ظهري لها.
لأنني أعلم جيدا ما خطبها، فتاة لم تتجاوز 12 من العمر، كيف لها القدرة على أن تنام وهي جائعة؟ وبقيت أنا أحلم أحلام اليقظة، أحلم بمائدة مليئة بالخبز والعسل، إلى أن أغفو كل مرة على هذا الحلم وأنام، الحلم الذي ربما لن يتحقق أبدا. حل الصباح، استيقظ الجميع وهم كسالى. قلت لوالدي والذي يدعى عبد الجليل مع وجه متصنع الابتسامة: صباح الخير يا أبي. لتجيب أختي التي تدعى عناقيد بوجه بائس: عن أي خير تقصد؟ لا خير لنا في هذه الحياة، الجوع ليس خيرا والمنفى كذلك. نظرت لها متعجبا: ماذا تقصدين بالمنفى؟ تنظر أختي عناقيد للجدران الثلاثة وتحرك يدها اتجاه الحائط دون عناء الحديد لتؤكد لي بأن المنفى هو منزلنا، ولكني تجاهلت خوض النقاش معها، فأنا أعلم جيدا أن قولها صائب، ولكن لكي لا يشعر أبي بالضعف تجاهنا جعلت من حديثها وكأنه كان مزحة، ضحكت ضحكة بائسة بالكاد تظهر أسناني الأمامية لأقول لها: لديك حس فكاهي جيد يفيدنا في صباحنا هذا. بعدها نظرت لأبي وهو يحاول التحدث، وتبدو أن الكلمات تخرج بصعوبة من فمه الجاف من قلة مياه الشرب لدينا، ثم نطق بعد أن تنفس بصعوبة: علينا التحلي بالصبر، فكل شيء يحدث لنا هو خير، لربما تجهلون موقعه موقعة، ولكن الخير موجود في أي مكان حولنا. صمتنا برهة من الزمن، وكسرت الصمت هذا: حسنا، سأذهب للبحث عن عمل وسأعود سريعا ومعي طعام لذيذ فلن أتأخر. خرجت وأنا أفكر في المساء، هل سأعود ومعي طعام حقا أم سنبقى على هذه الحال مثل البارحة دون أي طعام؟ وأثناء ذهابي بعدة دقائق جلست قليلا تحت شجرة ظل، لأن قدمي لم تعد تحمل جسدي الهزيل رغم أنه فارغ، فلا طاقة لي للحراك ولو لمتر واحد. كنت أنظر للمارة فقط وأتأمل. بارك الله فيكم، سأقدم إليكم الحلقة الثانية لاحقا في الفيديو الآتي إن شاء الله. السلام عليكم.